لكن كمان الاهلي استقدم او استدرج الاميره بضيوفها التوانسه الى القاهره. مارسيل كولر كيف خرج من مباراه رادس بانطباعات وكيف يفكر في القاهره؟ نشوف. كانت مباراه قويه جدا كما توقعت، لكن الشوط الاولاني ما لعبناش الكوره اللي انا كنت عايزها، او ما عملناش اللي انا كنت عايزه. الشوط الثاني كنا افضل، دخلنا في المباراه كنا شكلنا افضل كتير. في النهايه ده الماتش الاول، كده كده ماتشات النهائي من ماتشين، فده شوط. الشوط الثاني هيبقى في القاهره، هيحتاج مننا ان احنا نكون واقفين، نقف كويس، ندافع كويس، نقفل المساحات كويس، وفي نفس الوقت ان احنا ناخد ريسك او مخاطره قدام واحنا على ارضنا عشان نفوز بالمباراه ان شاء الله. بداية الصيغة فوتس تغمى بسيت سالوف كان دي دبلو كان دي بوت. بالنسبة لعلي معلول، لسه بدري جدا ان احنا نعرف هل في اصابة او مدى قوة الاصابة. لما نرجع القاهرة، نعود القاهرة ان شاء الله باذن الله، هنقوم باشعات وتحاليل ونقدر ان احنا نشوف هل في اصابة قوية. لا، دلوقتي بدري جدا ان نعرف، ما فيش لسه عندي معلومة مؤكدة عن اصابة كابتن علي معلول. Wenn Vorteil ist, wenn man Ballbesitz ist, dann kann man das laufen lassen. Ja, der hat er abgefesselt und ist ein bisschen aufgeregt darüber und das war's. والكرة اللي انا انفعلت فيها كانت بسبب ان الكرة كانت سايد، وبعدين احنا قطعنا الكرة، كنا ممكن نعمل كونتر، كنا ممكن نعمل هجمة مرتدة خطيرة، فهو ما اداناش الادفانتج، ما اداناش الفرصة. وانا كنت شايف من وجهه نظري ان هو المفروض يسمح بالفرصه، لان هي فرصه خطيره جدا وهو صفارته منعها، عشان كده انفعلت شطر. Sieht sehr ein bisschen auf außen, aber wir müssen natürlich auch mit unserem Spiel noch zulegen, dass wir Sentrik als Erster gefeiert werden können. لا، انا كل مباراه بلعبها مع النادي الاهلي، اي مباراه ايا كانت، هدفي دايما الفوز. فما كانش عندي الهدف بتاعي التعادل، ولكن بتلعب خارج الديار وحصلت على التعادل، فدي نتيجه لازم نقبلها ونتقبلها كما هي. ده هي نتيجه كويسه ولا هي مش كويسه. بالنسبه لماتش العوده، طبعا احنا شفنا ترجي فريق كبير، فريق قوي، خلق فرصه او اثنين في الشوط الاولاني، ده بيبين قوه الفريق. وبالتالي الماتش في القاهرة لازم يكون في حذر من ناحيتنا جدا، ان احنا نكون دفاعيا عندنا تركيز وصلابة دفاعية، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نحرز اهداف عشان خاطر في النهاية ان احنا نحصل على لقب باذن الله. ما قاله كولر في المؤتمر بيعكس شخصيته، وانا بيعجبني هذا النوع من المسؤولين والمدراء الفنيين يا استاذ ابراهيم، اللي بيحترموا تماما المنافس. طول ما انت بتحترم المنافس هتشتغل وهتخلي فريقك في حال التركيز. هذا الاحترام ينبغي انه يعني نشوفه في التزام داخل الملعب، وفي شكل من اشكال الالتزام التكتيكي، ونعبر نفسنا بقى بشكل فردي للي يجيله فرصه. انا مش مع الناس اللي عماله تقول اضعنا الفوز في رادس. ما هو انت متصور الماتش كان سهل نتيجه ان انت استطعت ان تقابل المباراه بتكتيك مناسب. قضيت يعني كل الناس عماله تتكلم على فرصه طول 90 دقيقه. ده تفوق في التكتيك والتزام اللاعبين. فمش لازم نذهب الى فكره ان احنا يعني لقينا فريق مستسلم وكنا ينبغي ننقض عليه، لان هو برضه قال دي، قال هو فريق منظم، ما سمح لناش نعمل الكلام ده برضه. يعني دائما ننظر الى ان امامنا فريق يفكر ويخطط مثلنا، والفوارق الفنيه ما هياش بعيده قوي. احنا فرقتين كبار جدا داخل افريقيا. يا رب يستطيع الاهلي بشخصيته انه يعرف يتعامل مع المباراه النهائيه.